والعنف. على غير عادته دخل الرئيس عبدالرب منصور هادي هذه المرة على خط الأحداث بخطاب غير تقليدي حمل العديد من الرسائل المؤثرة في مجرى الأحداث الساخنة على الساحة اليمنية. فيما يتعلق بصحتي أنا أشكر جميع الناس اللي اتصلوا والذي يتصلون والذي يكتبون في الفيسبوك جميعهم. طمنكم جميعا أن صحتي طيبة والحمد لله. من نيويورك وفي ساعة متأخرة من مساء الجمعة بدد الرئيس هادي في خطاب مقتضب شائعة مرضه وأكد أنه يتمتع بصحة جيدة في وقت كان أعداء الدولة الاتحادية يصعدون من مواقفهم السياسية المتعنتة كما فعل الحوثيون الذين يرفضون حتى اللحظة الذهاب إلى جنيف وكذلك الميدانية كما يفعل الانفصاليون المدعومون من الإمارات في المحافظات الجنوبية. لم يحمل خطاب الرئيس هادي جديداً لكن أهميته تكمن بنظر المراقبين في إصرار الرئيس على مواجهة المؤامرة التي تحاك في هذه المرحلة الحساسة من تاريخ البلاد ضد مشروع الدولة الاتحادية. وبلغت عبد الملك الحوثي وأنا في صنعاء أن التجربة الإيرانية ما بتمشي في اليمن ولو على راسي. تحياتي لوفدنا المحاور في جنيف لأنهم يعرفون على ماذا يحاورون على مشروع اليمن الجديد، يمن اتحادي، يمن فيه لا ظالم ولا مظلوم، يمن اتحادي من سته غالي. هما إذن الرسالتان الأكثر أهمية في سياق الخطاب الرئاسي المقتضب، حيث يبدو الموقع الرئاسي رغم الظروف السيئة التي تحيط به أكثر تحصيناً أمام مخططات ما أسمها هذه التجربة الإيرانية التي تنعكس في احتفالات الولاية وادعاءة الحق الإلهي في السلطة، وهو كذلك أمام مساعي القوى الانفصالية لإفشال مشروع الدولة الاتحادية ذات الستة أقاليم، وهو المشروع الذي يحمله فريق الحكومة المفاوض في جولة مشاورات جنيف الثالثة. وعلى المستوى الميداني كسرت مسيرات نظمها مؤيدو الرئيس هادي في العاصمة السياسية المؤقتة عدن إيقاع الاحتجاجات الموجهة ضد السلطة الشرعية والتي تجري في هذه المدينة وبعض المحافظات الجنوبية تحت مظلة النفوذ العسكري الطاغي للتحالف. الرئيس هادي وعد في خطابه بلقاء قريب مع مواطنيه في مدينة عدن، وعد يشي بالطبيعة غير المريحة للعلاقة القائمة بين الرئيس ومن يفترض أنه التحالف الذي جاء إلى اليمن لاستعادة سلطة الرئيس ومساندته في مواجهة الانقلاب المدعوم من إيران. وإن شاء الله سيخرج اليمن. الصبر 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 وبعد الصبر يأتي.